من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يحدث أصحابه في المسجد، فدخل ثلاثة نفر فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها، ثم دخل الآخر فاستحيا فجلس خلف المجلس، ثم جاء الآخر وهو الثالث فنظر ثم أعرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بنبأ النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، هذا الذي أقبل يريد سماع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، آوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر أي الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وهذا أيضا في خير. وأما الآخر أي الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، هذا الذي لا يريد سماع دين الله سبحانه وتعالى. والعبد كما بين الله تعالى في كتابه إذا اتبع الآيات والسنن الثابتة التي جاءت من عند الله سبحانه وتعالى فإنه يعيش في الدنيا مهتديا وينعم في الآخرة بالسعادة والفوز، والذي يتنكب الصراط المستقيم فيعرض عن دين الله سبحانه وتعالى ولا يستمع إلى المواعظ ولا إلى آيات الله ولا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعيش في الدنيا في ضنك، وكذلك في القبر، ويعذب يوم القيامة. قال الله تعالى في سورة طه: قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل أي في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن رجلا يقال له الأصمعي
وهذا الأصمعي دخل قرية يعلم الناس القرآن، فجاء عربي من الأعراب فأناخ راحلته دابته، ثم قال للأصمعي: ما هذا الذي تصنع مع الصبيان؟ قال: أعلمهم القرآن. قال: وما القرآن؟ قال: كلام الله. قال: هاتي بيتا يظنه كالشعر. قال: هاتي بيتا. قال: يقول الله تعالى: والذاريات ذروى والحاملات وقرا، إلى أن بلغ قول الله تعالى من سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قيل في التفسير: وفي السماء رزقكم، أي المطر ينزل فيخرج الله الرزق. وقيل: وفي السماء رزقكم، أي جميع الرزق في السماء، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستودعا كل في كتاب مبين. قال: وفي السماء رزقكم، هذا أمر الدنيا. وما توعدون، أي الجنة في السماء. ثم وقف عند هذه الآية فانصرف الأعرابي، وجاء بعد فترة، قيل في بعض الروايات في غير ما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن هذا الأعرابي قال: إن كان رزقي في السماء، قال: فذهب إلى ناقته فنحرها ثم تصدق بها. ثم جاء مرة أخرى قال: يا أصمعي اقرأ علي. فقرأ عليه الآيات: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم الله بنفسه: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي قال: من أغضب الملك حتى أقسم؟ من أغضب الملك حتى أقسم؟ ثم خر ميتا رحمه الله تعالى. أعرابي آمن بالله وصدق كتاب الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الآيات تؤثر في القوم، وما زال كتاب الله يؤثر في الناس. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآيات دي بتأثر في الناس، ويسلم الكثيرون بسبب كتاب الله سبحانه وتعالى. ودي كلها مقدمة، أنا دار أتكلم عن الآيات التي تلوناها والتي سمعتموها، وفيها تقسيم للناس: الرجال والنساء. قسم الله الناس إلى قسمين، لكن قبل الدخول في هذين القسمين: وما منا من أحد إلا وهو داخل في واحد من هذين القسمين. قبل الدخول ليعلم أن هذا القرآن يؤثر في الخلق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبل، قالك لو الله سبحانه وتعالى نزل على القرآن بتشقق، معناه لو قلبك ده ما بيتأثر بالقرآن فإنه أشد قساوة من الجبل، ونعوذ بالله من ذلك. وبعدين في ناس الله داير بهم خير، الواحد تلقاه مبتلى بمعصية وبيذنب وتلقاه في غفلة، لكن الله يسوقه لما نسمع الحق ويهتدي ويصلح حاله ويموت على حسن الخاتمة. والكلام ده برضو ابن الجوزي رحمه الله ذكر قصة جميلة. شوف القرآن ده بأثر، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال في الجزء الرابع من صفة الصفوة، قال: في رجل اسمه عبد الواحد. عبد الواحد ده قال: ركبنا البحر
ركبنا في سفينة ومشينا قال في البحر. قال فضللنا الطريق في البحر، قال بعد فارقنا البلد مشينا مسافة، قال بعد ذاك ضللنا الطريق في البحر ما عرفنا أين نتجه. قال حتى نزلنا على جزيرة، جزاك الله خير يا شيخ محمد، قال حتى نزلنا على جزيرة، عليك الله اسمع الكلام ده كويس. قال وهذه الجزيرة فيها رجل يعبد صنما، الجزيرة دي فيها رجل وبعدين الرجل بيعبد في صنم. قال فنزلنا فقلت له ما هذا؟ قال هذا معبودي، صنم ده أنا بعبده. قال معنا في السفينة من يصنع مثله، يعني أنت بتعبد لك في حجارة، وقال لي أنا عندنا واحد في السفينة هسه يصنع لك زيه، معناه أنت بتعبد في شيء ضعيف، المخلوق ذاته بيصنع زيه. قال وأنتم ماذا تعبدون؟ طيب قال لا أنا بعبد الصنم، أنتم بتعبدوا شنو؟ قالوا نعبد الله. ثم ذكروا بعض أفعال الله سبحانه وتعالى، قال لك قالوا بنعبد الله. قال وكيف عرفتموه؟ أنتم بتعبدوا الله؟ أي كيف عرفتموه؟ قالوا أرسل إلينا رسولا. قال وأين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين الرسول الرسل له؟ قالوا مات. قال ماذا عاهد إليكم؟ قال عاهد إلينا بكتاب. قال أين الكتاب؟ قال فأتينا بمصحف. قال فقرأ بعض القوم فسمع الرجل القرآن فبكى، ثم قال أريد أن أدخل في دينكم. والقصة دي ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة. قال أريد أن أدخل في دينكم. قالوا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتشهد ثم ترك صنمه ثم قال أريد أن أذهب معكم. قال فركب معنا في السفينة حتى جاء الليل فصلينا المغرب ثم جاء العشاء فصلينا العشاء ثم تعشينا. قال وبعد العشاء جماعة صلوا ويدعشوا. قال وضعنا الوسائد للنوم. فقال الرجل أسلم جديد، فقال الرجل ماذا تريدون أن تصنعوا؟ قالوا نريد أن ننام. قال إلهكم الذي دللتموني عليه ينام؟ تقال لهم ما قلت لي شهد وأنا شاهدته وأنا خليت الصنم، أهو أنتوا دارين تنوموا؟ إلهكم الذي دللتموني عليه ينام؟ قالوا لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال بئس العبيد أنتم، تنامون وربكم لا ينام. أنا قال لهم المنومكم شنو؟ تقوموا تسألوا الله، وأسلم جديد. قال عبد الواحد فتعجبنا منه يصلي الليل كله حتى برق الفجر. قال فوصلنا إلى منطقة يقال لها عبادان، فلما وصلنا أراد الرجل أن يفارقنا. قال فقلت للقوم اجمعوا له مالا، جمعوا له قروش. قال جمعوا له القروش، بعدين قال لهم ده أسلم جديد، ما في ناس لما يسلم جديد بيجي الجامع ويشهد والجماعة شنو بيجمعوا له قروش، هدا في السفينة جمعوا له قروش. بعدين ادوا عليه قال له انت مفارقنا خلاص شيل القروش. قال ما هذا؟ قالوا مال. قال ولماذا؟ قالوا تترزق به وتقضي به حوائجك. قال سبحان الله، والله ما عرفتم من دللتموني عليه، والله انتوا قالوا وريتوني الله لكن انتوا ما بتعرفوه.
بينما كنت أعبد صنما في جزيرة كان يرزقني، أفإن عرفته وعبدته يتركني؟ انصرفوا. قالوا نمشوا. قال عبد الواحد: فقلت والله لا نتركك حتى نرافقك. قال: فنمت ورأيت في المنام قبة، قبة يعني غرفة. ما القبة دي؟ دي ما حرام، بعد شوية بذكرها لك، بس الناس تبرد نفسها ونحن بنذكر الأدلة بس براحة كذا. الناس إن شاء الله الكلام بيجي في وقته، وأنا والله ما جينا إلا لننصح للمسلمين، وما أفضل من الناس، ولا دارين الناس يبقوا معانا ولا يبقوا معاي ذول، يبقوا بس على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونريد للناس الخير ونريد تذكيرهم، وفي الناس من هو خير منا ويعلم الله ذلك، أحسنه والله حسيب. بعدين قال: فرأيت قبة يعني غرفة، ورأيت فيها امرأة حسناء ما رأيت مثلها في الدنيا. والكلام ده كل القصة دي أنا دار أديك فائدة معينة، ودي ما من القصص التي تذكر الآن وكذا، وإنما هي في الكتب مدونة. قال: فرأيت امرأة حسناء ما رأيت مثلها في الدنيا، فقالت لي: يا عبد الواحد عجل بالرجل. قال: فاستيقظت فإذا هو قد مات. قال: لقيت الزول ميت، بعد مرض وأنا نمت، قال صحيت لقيته ميت. قال: فغسلناه وكفناه، شوف أسلم فترة بسيطة بس. قال: ثم دفناه. قال: فنمت فرأيته في المنام مع المرأة الحسناء وهما يضحكان، وإذا بمناد يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الكلام ده ذكر لي لأنه الله داير به الهداية سبحانه وتعالى، بيوفق اسمع الحق. وشوف دي سفينة كاملة ضلت الطريق في البحر عشان زول يسلم بس في جزيرة لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن على يقين أن من أراد الله به الخير فإنه إذا سمع الحق قبل الحق واستجاب له وانقاد لأمر الله تعالى وكان من الفائزين. لأن الله تعالى قال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال صاحب مختصر السيرة قال: نزلت الآيات أي من سورة التوبة، وهي قوله تعالى: لتجدن أشد الناس، من سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. قال صاحب المختصر: قال هذه نزلت في النجاشي لما جاءته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فقرئت عليه بكى. ولما جاء عمرو بن العاص ومعه رجل آخر يقال له عمارة بن الوليد جاء إلى النجاشي ومعه وقد أرسل إلى جعفر ابن أبي طالب، وديل جو قالوا للنجاشي: الجماعة ديل جو كنا من المسلمين ونحن جبنا لك هدايا، والناس ديل خرجوا من ديننا وسبوا آلهتنا وسفوا أحلامنا إلى آخره، بعدين نحن جيناك ترجعوا لنا ناس الهجرة. والنجاشي كان رجل عادل فأرسل إلى جعفر، فجاء واحد في الاثنين قال له، قال للنجاشي: إنهم لا يحترمونك لا يسجدون لك، ما بيسجدوا لك. بعدين جوا داخلين، بعدين فعلا لما جوا داخلين ما سجدوا، فلما سألهم قالوا: لا نسجد إلا لله.
بعد ذلك سمع من كلام عمرو وعمارة، عمرو ابن العاص وعمارة ابن الوليد، ثاني جل جعفر ابن أبي طالب لأنه منصف، النجاشي رجل حاكم عادل، قال لجعفر تكلم، قال أيها الملك كنا نعبد الأوثان ونأكل الربا ونفعل ونفعل ونطوف بالبيت عراة وإلى آخره، ذكر له أشياء كثيرة سيئة، ثم جاءنا نبي كريم أرسله الله إلينا فآمنا به وصدقناه وآمنا بالله وحده وتركنا عبادة الأوثان. سله، قال للملك جعفر، قال له سل عمرا وسل عمارة، هل نحن عبيد أم أحرار؟ الناس ذي نحن تركناهم، نحن عبيد عندهم ولا أحرار؟ رقيق ولا أحرار؟ قال بل أنتم أحرار. طيب وكيف نحن أحرار؟ ما حرين نسافر نهاجر نعمل أي شيء، ما حرين. قال سله هل قتلنا منهم أحدا؟ قال لا. هل أخذنا مال أحد؟ قال لا. فأنصفهم النجاشي، فقال له أحدهم، قال أيها الملك إنهم يتكلمون في عيسى ومريم وما نصراني. قال ماذا تقولون في عيسى عليه السلام وفي مريم؟ فتلى عليه الآيات من سورة مريم، وتلى عليه قبل آيات من سورة العنكبوت ومن سورة الروم، فنزلت منه دموع اللي هو النجاشي. ثم قال والله ما زادوا على ديننا مقدار هذا، يعني النازل ما زادوا ولا نقصوا، النازل على حق. بعد ذلك لما جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، الشكي صاحب المختصر قال نزلت فيه وفي أمثال هذه الآية، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. فإنت تعود نفسك، إنسان سمع الحق وسمع الآيات والأحاديث ينصاع لأمر الله سبحانه وتعالى ويستجيب. الآيات من سورة الإسراء قال الله تعالى فيها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآيات دي قسمت الناس لقسمين، القسم الأول دين ناس دنيا، والقسم الثاني دين ناس آخرة. بس تركز، الواحد فينا يشوف نفسه تابع لآياته ناس الدنيا ولا الآخرة؟ قال من كان يريد العاجلة، وصف الدنيا إن عاجلة كما قال في سورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وقال في سورة القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ناس همون الدنيا، أما تصبح لما تمسي الدنيا بس، لكن احنا الحياة دي غايته تعبانين فيها، وتقول له بعد المغرب في محاضرة يقول لك اللبن يا مولانا اللبن، لاحقين اللبن، أمس جبت اللبن هاي وهو لمس لبن، والليلة ولمتين ومتين، الزول بيفضى للدين. بعدين ناس الدنيا رب العزة والجلال بيّن حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة. في الدنيا قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني لا
لا يعجل الله له جميع الدنيا، لا يعجل الله له جميع الدنيا، وإنما يعجل له ما شاءه هو سبحانه وتعالى، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. وبعدين الآخرة ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مذموما، المذموم ضد الممدوح، أتى بما يذم عليه، ذو المذموم لأنه قدم الفاني على الباقي. ومدحورا أي مطرودا، مطرودا. وبعدين هناك رب العزة والجلال لخص الدنيا في 5 حاجات، قال في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. دي الدنيا باختصار 5 حاجات: لعب، هتشايف الجماعة بيلعبوا كورة، واحدين بتاعين بلياردو، واحدين يلعبوا بالموبايل، ألعاب تقيلة جدا، واحدين في الواحد تلقى ساعتين شغال عربية في الموبايل يلعبوا، والشفع يلعبوا، والكبار يلعبوا، وإلى الله المشتكى. واحدين ما بيلعبوا، شجعوا اللي بيلعبوا، شوف المصائب اللي وقعنا فيها، ما بيلعب لكن تلقاه يحضر في الكورة نص الليل، تلقى سكري ارتفع ولا الضغط هبط، مالك؟ يقول الله طقونا 2 انت شنو؟ والله لا لابي. تلقاه حردان العشاء والطقو 2 ذاته، اللاعب ذاته تلقاه عشى بمزاج، المدرب يقول له بس اهم شيء نفسياتكم ان شاء الله بنغلب الى قدام، وده تعبان زعلان في الفاضي زاي وقرا في الجرايد والى الله المشتكى. 2 قال له الدنيا دي فيها له شديد، من الله استماع الاغاني، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. في تفسير ابن كثير قال دي الأغاني، ونقل كلاما عن ابن عباس وعن ابن مسعود، وإن كان في الأثر مقال. بعدين إنه قال لك ده لهو الحديث، ده الغناء، ما شايف بس الغناء، الدار الزوج إلا يسوي لحف، وكان ما سوى حفلة بجيب مسجل ويجيب العروس والعريس يركبون في حاجة اسمها الكوشة، وإلى الله المشتكى. من البداية دخلون كوشة، شوف الناس زي، ويجي الأولاد والبنات وكذي مصائب تقيلة، ويرقصوا وشباب الله ده خش لهم في قلوبهم جوا، واحد تشغل له قرآن الضايق محاضرة ما بيتحمل يسمعها، تشغل غنية تلقى دموعه سالت تبكي، مالك؟ والله أقول لك الفنان ده هبش له محلات جوا في قلبي، هبش شنو يا ود الناس، مصايب تقيل. والمشكلة الغنى مش بقى مسائل عاطفة بين الأولاد وبنات، الناس ذا مشوا بعيد بعيد شديد، الناس ذا وصلوا العقيدة ذات وبقوا يغنوا أغاني بتخالف العقيدة، والله يبقى لك بأغاني ونحن بنركب البص ما تفتكر الكلام ده بنمشي نشغله موبايلنا ده، والله ما في وجه لخبطه، لكن بنركب البص بنلقى جماعة شغالين، الناس كلها ترقص، اوه يا رئيس وقف المركب خلي الشباب يركب، دار يغرقوا معاه، ويا رئيس وشنو مصايب. بعد شوية يجيبوا لك حاجات وصلوا العقيدة عديل كذي. أنا مرة راكب بص ماشي كوسلي، شغلوا فنان ميت، مات الفنان، بس ترحموا عليه ووقفوا الغنى بتاعه عشان ما تجي سيئات، شغلوه الفنان ده مات في حادث جهاد عطبرة. بعد شوية تاني جابوا واحد تاني مات برضو، ده مات لازم سووا له الذكرى التانية والتالتة والرابعة وساب البلد برضو. بعد شوية جابوا فنان تالت برضو، كلهم لقطوهم ماتوا، ما عارف انا قصدهم مع الماتوا شو، جابوا التالت ده برضو سووا له ذكرى 50، انا متابع الشغلة، شغال صدفة وما صدفة واجمل صدفة لحد ما قال اعبد حبك، عديل كذي عبادة ومصايب ثقيلة، ده برضو جابوه انتهى وانا لابد ساكت ساي، عندي كتاب كذي مرات بتفرج فيه مرات آيته بس ساكت،
بعد شوية جابوا بيت دي ما قدرت أسكت لأنها خشت في العقيدة. قالت ست الودع أرمي الودع، معلش انتوا في أعمامنا الكبار ونحترمهم جزاهم الله خير ومتواضعين كونوا يسمعوا لنا، وفي برضو نساء جزاهم الله خير جو يسمعوا والأخوان، لكن دي مشاكل في الواقع لازم تعالج. أنا دار أوريك المشكلة وين. قال ست الودع قالت كذي أرمي الودع، شنو ما بعرف شوفيه لي كان فيه شيء قوليه لي ما تختشي. يا ناس قلت لهم أنا طوالي وقفت على حيني طبعا لا وزق قال إني داعش ولا حاجة وأنا ما تابع لي داعش. بعدين قلت لهم السلام عليكم أناس، قالوا عليكم السلام. قلت لهم والله من قبل متحملين لكن الشغلة دي وصلت العقيدة. ست الودع دي يا ناس انتوا فاهميننا شنو؟ الناس سكتوا في البصر. قلت لهم ست الودع دي المرأة ترمي الودع الوداعية وتتعامل مع الشياطين، بعد شوية تقول لفلان انت بتتزوج فلانة، ويا فلان انت بكرة بيحصل لك كذي، ويا فلان انت بيلدوا لك ولد ولا بيت، وده مخالف للقرآن. الكلام ده كذب زي ما في جيم بيعلم الغيب ولا في بشر بيعلم الغيب ولا في زول بيعلم الغيب. قال تعالى في القرآن إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، عليك الله ما كلام واضح، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما نافية ونفس نكرة، أي نفس تفيد العموم مهما بلغت من المخلوقين. قال لك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، بكرة اللي بيحصل شنو ما بزول بيعرفه، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فبي زول يقول أنا بعرف الرايحة وين وبجيب ده كيف، تبكذب على الناس يا ناس. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. بعد ذاك شغالين غنى وما اديته النصائح الله يتقبل. بعد ذاك تاني قعدت في محلي ومين تاني وصلنا، ففي ناس منشغلين بالله له ثلاثة من أمر الدنيا. قال وزينة، الدنيا دي فيها زينة خدعت الناس، البيوت مزينة وعربات مزينة والشوارع والحدائق وغيرها زينة ثقيلة جدا، حتى المساجد بيقوا يزينوها، حتى البشر في أنفسهم صاروا يتزينون تزينا يتجاوز الحد. الشباب تلقى شاب مفلفل شعره كيف والفنيلة كيف والبنطلون كيف ما بعرف، ولابس له سلسل وحاجة زي الغيشة مكتوب فيها صح وما صح، تلقاه حاجات مصايب كثيرة لابسها وبلاوي، ده الشباب. أما النساء حدث ولا حرج، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قال في اثنين بخشوا النار، وقال أنا بعيني ما شفتهم لكن بيجوا وفعلا جو. قال قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ناس ظلمة. الصنف الثاني، صنف الثاني قال ونساء كاسيات عاريات، هي كاسية لكنها عارية كأنها عارية، وقيل كاسية ولكنها عارية من الدين، مميلات مائلات مميلة لغيرها ومائلة هي عن الصراط المستقيم، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، الرأس قال لك زي السنام تاع البخت يعني الناقة تسريحة تلقاها فوق. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، تلقى تبرج وانتشار ومصائب ثقيلة جدا، انت تطبق السنة يسخروا بك. وهنا السنة المرأة ما يظهر ظهر منها، حتى قال الإمام أحمد ومن جاء بعده إذا صلت المرأة
فانكشف شيء من رجلها فصلاتها باطلة. ومصائب قالوا نلبس عادي يا أخي. في مرأة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة سوداء في لونها رضي الله عنها من أهل الجنة. بعدين جاءت فقالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادع الله لي ألا أسرع. قال إن شئت دعوت الله لك، أي فشفيتي، إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. كان صبرت على الصرعة دي صعبة حارة، لكن كان صبرت عليها الجنة. وكان دائرة بدعو لك الله، بعدين انت تاني أنا ما بقول لك ما بتخشي الجنة، لكن السيدة شنو ده خبر جاهز ودي بشرة جاهزة. فنظرت المرأة أن الدنيا على زوال إلى آخره، وأنها إن صبرت قليلا فازت بالفوز الأعظم يوم القيامة. فقالت أصبر، بل أصبر وكت فيها جنة الصرعة دي بتحملها. ثم قالت يا رسول الله إني أتكشف. قالت له خلاص الصرعة بتحملها، مش فيها جنة بتحملها. ودي رسالة للنساء. شوف المرأة دي رضي الله عنها قالت أصبر ولكن أدعو الله لا أتكشف. خلاص الصرعة مش فيها جنة بصبر، لكن بس أدعو لي الله لما أسرع ما أتكشف. وهل عليها ذنب كونه تتكشف وهي في حال سرعة صرعة؟ ما عليها ذنب لأنها معذورة، ليس على المريض حرج، ولكن لكمال عفتها ولشدة حرصها على الستر. قال فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة المعذورة ماذا لا تتكشف، فكيف بمن لا عذر لها؟ فدي زينة ثقيلة جدا في الدنيا دي شغالة، والله سبحانه وتعالى قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. بعد ذاك آخر أمرين من الأمور الخمسة من أمور الدنيا دي الواضحات، ما دارات شرح كثير. قال وتفاخر بينكم، الناس قاعدة تتفاخر بالأحساب والأنساب وبالمناصب والبيوت وإلى آخره والقوة، يتفاخروا ونحن ويتوا في النهاية على زوال. قال تعالى والله لا يحب كل مختال فخور. الزول المتواضع ده الله بحبه سبحانه وتعالى، كان من أهل الإيمان. أما الذي يتكبر فإن الله يبغضه سبحانه وتعالى. والله لا يحب كل مختال فخور. وتكاثر في الأموال والأولاد، الناس جارية وراء الأموال وجارية وراء شنو؟ الأولاد. الواحد تقول له يا أخي أنت تعبان مالك؟ الله يقول لك القروش. كان يمشي يشتغل عشان يأكل أولاده، ده خير، ده عنده أجر ذاته، يحتسب الأجر، عنده أجر. مشكلة تلقاه ذاته عنده الأكل وأي شيء، لكن دار ينافس فلان وداير ما بعرف كيف، والليلة بنى هنا بكرة دار ابني هناك، والليلة عمل بكرة دار عمل، وقروش ما عندها حد وإلى آخره. الله قال كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ده ما بزكي ولا بيعمل أيش، بس يجمع في المال. لذلك الإنسان يتقي هذه الدنيا على زوال، في النهاية بتموت إن طال الزمان أو قصر. والله الوجيه بيموت والشكل دميم بيموت، والغني بيموت والضعيف والفقير والقوي وكل الناس بتموت، رجل امرأة صغير كبير، فالناس على زوال. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى يا معشر الشيوخ ماذا ينتظر الزرع إذا نضج؟ قالوا الحصاد. قال الناس الكبار انتوا الزرع لما ينضج ينتظر شنو؟ قالوا والله الحصاد. يعني قال لهم انتوا كبرتوا بعد شنو؟ لا يحصدوكم بعد للكبار. قال ثم التفت الى الشباب وقال قد تصيب الآفة الزرع قبل ان ينضج. شباب ذاته ما يقولوا الكبار، بس الكبار ده ممكن يعيش ثاني 10 سنة، لكن الشباب ذاته
قد تصيب الآفة الزرع قبل شنو؟ قبل أن ينضج الناس. أنا من الجزيرة وذي الجزيرة ذاتها، لكن ذي جزيرة إسلاند، ذيك الجزيرة عديل، وكل جزيرة في النهاية البلد حقتكم وحقتنا. فالمهم قال لك الشباب قد تصيب الآفة الزرع قبل أن ينضج. ما بتسمع ناس تلقى المزارع يقول لك والله يا أخي زراعتي دي كانت ماشية كويس، بس جات بودة، بودة دي بتنتهي منها، كان مالي حقة. في النهاية شنو؟ الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فدي الدنيا باختصار. ناس الآخرة عشان أقدم إخواننا المتحدثين من بعدنا، ناس الآخرة ثلاثة صفات، إنت لو اتصفت بها إنت زول آخرة. شفت بعد الثلاثة دي لا شرط تنتسب لجماعة ولا حزب ولا طائفة. وبعدين أكل، شوف الثلاثة صفات دي ما بتحميك تأكل أكل سمح، ولا بتحميك تبني بنيان كويس، ولا بتحميك تتزوج ولا تعيش حياتك. اركب أحسن عربية ما فيها مشكلة، وألبس أحسن لبس، خليك نظيف وظريف جدا، ما منظارة ذات ما مشكلة. لكن في النهاية في ثلاثة صفات تطبقها. الصفة الأولى قال ومن أراد الآخرة، ومعنى ومن أراد الآخرة أي أراد بعملي وجه الله والدار الآخرة. إياك تقول لك كلمة في الدين وإنت ما مخلص فيها لله تعالى. بشر دير كلهم ما بيسوشي. وإياك تصلي رقعة ودائر زول يشكرك، ما بيعمل لك أي شيء. والله لو كتبوا من أقصى المشرق لأقصى المغرب وبينهما كلها كتب شكر لك، إنت يدخلوك قبرك ما يدوك ولا حسن. ولو كلهم كتبوا نبذ لك إنت ما يدوك، ما يصرف عنك ولا سيئة. أو لو نبذوك ما بضروك بشيء، ما بشيلوا منك ولا حسنة، لكن قد يدوك حسنات بالنبذ، لأنه إنت بكونوا ظلموك يوم القيامة تلقاه هناك، فما بشيلوا منك ولا حسنة. فلذلك الأمر كله بيد الله تعالى. الناس واحد تلقاه صدق شان يقوله كريم وصلي يقول لك والله نحن الحمد لله 40 سنة تراول الصف الأول ده ما فارقناه. لو قال الكلام ده عشان الناس يقتدوا به خير، لكن عشان يشكروه. الواحد تقول له يا أخي الكلام ده غلط وده صح، يقول لك نحن ما لنا مقصرين في شنو؟ صلاة مصلين، صيام بيجي رمضان بنصوم، تراه عندنا قريشات بنتصدق، تعرف شنو الجنة ده أصله الحاصل شنو؟ والله واحد كان في السلمة شغال، بعدين ميكانيكي وأنا كنت في دكان، الزول ده قالوا له الصلاة، وعمك كبير في السن، قال والله أنا بس شفت العشاء بعد أرجع البيت بلمين كلين، قال لي يعني الصباح والظهر، قال بلمين كلين، وثاني قال لي كلام يعني فيه إساءة أدب مع الله تعالى إحنا ما نقول. فقال أنا العشاء بلمين كلين وغايته، بعد ذاك جاب له كلام كذي ما بيتقال. فليا جزاك الله خير بارك. فلذلك الواجب على العبد أن يخلص لله سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أي شيء تعمل لله. بعد ذاك الأمر الثاني قال وسعى لها سعيها. ما ثلاثة صفات، واحد أخلصت لله، اثنين تسعى للآخرة، قال لك وسعى لها سعيها، يعني الآخرة ما في أي سعي بوصل لك بيوصلك للجنة، وإنما برحمة الله تعالى هناك سعي معين. السعي ده شنو؟ قال تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. السعي ده ما مختلف، لكن السعي الدائر الله سبحانه وتعالى الذي يريده الله تعالى أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كان دار الآخر. ولما تتبع تصبر، شفت المجتمع ده اللي عايشين فيه ونحن ده دار صبر شديد. والله يا سي الشاب تلقاه يقلد لاعب كورة يخلوه زاي، يقلد فنان يخلوه، يقلد مصارع ما بيسألوه. لكن اليوم اللي يطبق الدين خلي الحفلات وخلي السينما والأفلام ويخلي بعدين الكشتين والضمى الأشياء دي واستقيم. اقرأ حديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وما حق جماعة معينة ولا تبقى مع أي جماعة. أنا شخصيا ضد الانتساب لأي حزب وأي جماعة، والله ندعو الناس إلى الاستقامة. براك بس شو قدري براك كذي بس. نسمع الأذان إن شاء الله. ومن أراد الآخرة أي أخلص لله تعالى، فأي شيء أنت تعمل لله سبحانه وتعالى لا ترجو ثوابا من أحد ولا مدحا من أحد إلى آخره. وسعى لها سعيها اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بالصبر تبتلى، لأنه زي ما ذكرنا الشاب إذا اتبع أي زول وقلد أي زول قد يخلوه. لكن اليوم اللي يقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عن عبد الله وعن أبيه عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب، واعفوا اللحى. ده مش حديث. وقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أي، وما جماعة من الجماعات الحديث ده، وإنما الواجب على الكل اتباع النبي صلى الله اتباع الواجب على الكل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أي الناس يسخروا بك يقول لك ده شنو، والعامل في وشك ده شنو وإلى آخره، والله يضحكوا بك. ليه؟ لأنك انت طبقت السنة وطبقت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاب يقرأ حديث في سنن أبي داود من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، الحد الكعب، الكعب العظم الفوق،
فما كان أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، ده للرجال. ومن جر ثوبه بطرا لم ينظر الله إليه. كلام ده ما خطير؟ شوف الناس الآن المخالفين كم، والمتبعين كلام النبي صلى الله عليه وسلم كم. وبقت سنن أحاديث غريبة، وأنا أعيب على كثير من الدعاة أنهم لا يتطرقون إلى هذه الأحاديث إلا أحيانا، حتى اندثرت هذه السنن وتكاد تندثر. لذلك الناس بقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. انت زول عادي، وانا بستغرب يقول لك متشدد، بعد شوية يقول لك انتوا بتاعنا الطيبات، والله الذي لا إله غيره. درابات ثقيلة بقولوها كلام غريب جدا، ولك والله انتوا يا مولانا ناس متشددين، تقول لنا اعمل وكذي واعمل. بعد يومين ثلاثة يقول لك أول أمس واحد قال لي زول كبير في السن، مشينا محل كذي بتاع مهم، جاء محل عاشة كذي، فطلبنا حاجات. بعد ذاك قال لي انتوا ما شاء الله، قلت له يا عمنا الله يزوج لك معانا، أظن ملاوز من ناس البيت ما عارف. بعدين قال لي لا انتوا ما ناس الطيبات، وداني كلام برضو ما بيتقال. بيجاي يقول لك ناس طيبات، وبيجاي يقول لك شنو متشدد، حيرونا ذات ما عرفنا الحاصل، والله الذي لا إله غيره. وانت عادي زول متشدد، ده ناس داوى شي بكون صار للناس اليوم كله. وبعدين ده السنة بتجاوزها، بيمش بفوق بغادي، وده زول بيكون صعب الليل كله يصلي مبنون والسنة كلها صايم، ده زول متشدد. لكن زول بيركب المواصلات وبيضحك ومع الناس وياكل معاه ويضحك ويماشي وجاي وكذي، وعادي جدا، بس لقى حديث طبقه. زول عادي ما فيش، ما فيش ذاته، ظاهر وباطن والله ما فيش. فلذلك تتبع السنة وتصبر على أذى الناس. آخر صفة قال: وهو مؤمن. مؤمن يعني عقيدته في الله صحيح. يعني زول لما نقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، الكلمة دي هو بيقولها بفهم فاهمة، لأن الفاتحة كلها بتدور حول الآية دي، بل القرآن كله نحو هذا المنوال كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. قال القرآن كله زي الآية دي: إياك نعبد وإياك نستعين. قال تقرأ القرآن تلقى كذا. وأورد آيات ابن كثير، قال كقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، أمرك تعبده وتستعين به وتتوكل عليه سبحانه وتعالى. مش يقول في الصلاة امرك برا الصلاة يا عتر استعين بغير الله، وفي الصلاة قال لي يا الله أنا بعبدك براك وبستعين بك وحدك لا شريك لك، يا عتر استعين بغير الله سبحانه وتعالى. يا فلان الحقنا، تقول له فلان وين؟ يقول لك والله الزول لما مات رحمه الله مات. أي قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وزول زي ما ذكر ابن عثيمين رحمه الله قال: فكر بعقلك. قال إنسان مات يغسل ويكفن ويحمل على الأكتاف والأعناق إلى المقابر، كيف يدعى؟ الزول لا يا جماعة مات، جردوا ثيابه ما قادر يتحرك ولا أصبعه ما بحرك، وغسلوه يدعكوا في الجبهة وغسلوه تمام، الميت ده مش بيغسلوه مات. ويجيبوا الكفن ثلاثة قطع، إن كان رجل ثلاثة يخطون ويلفوه ويطيبوه ويربطوه ثلاثة ربطات، ويخطوه في العنقريب في البرش والعنقريب. الزول ده بعد يخطوه بيمش القبر برا ولا بشيلوه أربع أنفار؟ يشيلوه أربع لأنه ما بيتحرك. انت فكر شوف بعقلك بالراحة، أربع أنفار شايلينه يودوا المغابر، يحفروا المطمورة ودل لحد ويدخلوا جوه، ويجيبوا الطوب يرصوه، والطين جماعة صلي ما بتسمعهم في المغابر صلي الطين، وفي ناس برا بينظروا كان في محل فيها نفس ما بخلوك، يقول لك في محل هنا بيجاء ديو ديو ما تخلي له نفس،
والله تاني كان حيد شفت تقعد جوا بس. ويردموك رذم شديد بعد شوية تراب فوق لك بعد دفنوا في التراب بعد شوية يجيبوا لهم طوب يدقوا ساس يبنوا له أوضة. يا ناس الظلمات بيبنوا له. حمزة رضي الله عنه مش صحابي ولي أي الصحابة مش أولي أي الصحابة في قبورهم في بنيان ما في الصحابة. قالوا حديث في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر. ده ما كلامنا. أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه. حرام تبني فوق القبر. وفي صحيح البخاري عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه مر بقبر فيه فسطاط أخضر. المقابر عادية بس لقى قبر فيه فسطاط أخضر مش بنيان بس فسطاط أخضر. قال قبر من هذا؟ قالوا قبر عبد الرحمن. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ده من العشر المبشرين بالجنة. وفي صحيح مسلم الرسول صلى وراه صلى الله عليه وسلم وصلى إمام والنبي صلى وراه صلى الله عليه وسلم. بعد ده قال لهم هذا قبر عبد الرحمن. قالوا لك دي. قال انزحه يا غلام. أقلع الشيء الأخضر. قال لي خلي قبر عادي. انزحه يا غلام فإنه لا يظل العبد إلا عمله. دي عقيدة الصحابة. أزول ابن له بعد شوية يجيبوا باب يخطوه في القبة بعد شوية ترباس بعد شوية طبلة بعد ده يعتروا في آخر الدنيا. الشالوا الأربعة دي ذاته امشوا هناك آخر الدنيا يعتروا يقولوا يا فلان الحقنا. الحق كيف انت ما شلت وديته المقابر؟ والزول لو بيتحرك بعد يموت مش كان يخلوه في العنقريب يقول له الشيخ هاي ان شاء الله بنمش قدامك المقابر تعال نصلي عليك صلاة الجنازة. مش كان مفروض كذي؟ ليه يشيلوه القبر وتاني يجوا ينادوا من دون الله تعالى؟ والنساوين مرة أنا جاي من الهلالية قبل 7 ولا 10 سنة 2007 و2008 جاي من الهلالية ماشي رفاعة بلدنا أبو بغادي. بعدين العربية دارت تنقلب في المشروع محل بقولها دارت تنقلب في مرة عجوزة قالت يا المكاشفي. أنا ما أدري أجيب اسمها لكن دي ما جات كذي بعد تتحملوها. يا المكاشفي البيجاي الشاب الجنبي قال يا الميرين. قلت لهم يا جماعة كذين هذا واحد ماذا يجر القدام اللي ساتك القدام وذاك الورا تقلبوها زيادة. انتوا كذين هذا واحد من الاثنين ديل. المرة هاج الطوارئ قالت لي انتوا إلى آخره أنصار سنة. أنا ما أنصار سنة ولا تابع لأي جماعة ما تشوف علامة الجودة دي ولا تكفيرين بس أبقى مستقيم. قالت لي أنصار السنة بتكره الفقراء. قلت لا يا حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي أنصار السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل منه فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وده زول فارق الدنيا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الزول الفارق الدنيا قال انقطع عمله. الناس دي بتصدق الكلام ده ولا ما بتصدقه؟ الرسول قال لك عمل انقطع. تاني لو مشيت له بتكون خالفت الحديث ده. إلا من ثلاثة صدقة جارية وصدقة سواه الميت قبل ما يموت أو علم ينتفع به علم الناس والعلم انتشر. أو ولد صالح شنو يدعو له؟ الولد هو بيدعو للميت مش الميت بيدعو له شنو للولد. فما بجوز لراجل ولا لمرأة يمشوا يطوفوا في قبة لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق الكعبة بس. ولا بجوز يشيلوا تراب يتمسحوا به ويأكلوه يقول لك البركة. والله أنا أتعجب فيهم. المرأة الطفل بتاعها يأكل في الطين تقول يا ولد كاكا الطين كاكا. بعد شوية الولد يكبر يلقى أمه في القبة تأكل في الطين. يا حاجة دي ما كاكا برضو؟ ما دي نفس الشغلة والكيف؟ الموضوع ده ما خطير؟ وكل عقائد وإلى الله المشتكى مصائب ثقيلة جدا. عشان كده تكون مؤمن عقيدتك في الله قوية نافع الله بيملك الضر الله. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. المرأة الدلال ولد 9 شهور الله حافظه جوا
ما حصل أبوش لكيس موز دخلوا لجوا برا والله حافظوا جوا سبحانه وتعالى. بعد 9 شهور يمرق برا الجماعة يجيبوا لك أمون يلبسوه يا خالة الحاصل شنو؟ والله يقول لك من العين. وتلقى الشافع مريل وده بدو عين زي ولا بدي عين ده، وتلقى مريل ويقول لك من العين. يا ناس اللي بيحفظ من العين منه ليه يلبسوا الكمون؟ والله سبحانه وتعالى قال في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الخواجات ديل بيعرفوا كمون كفار عديل. بعد ده الواحد تلقى خواج عمره 90 سنة ما حصل الدعين ذاته، ده الحافظ منه الله سبحانه وتعالى. ليه الأشياء دي؟ لذلك الزول العقيدته في الله تمام ده والله ما بخاف إلا من الله وما بعظم إلا الله سبحانه وتعالى. والشدائد تجي ينادي الله عربي دارة تنقلب يا الله بس بس، لأنه ليه أنا دارة تنقلب العربية يا فلان ومتة. دي حسن خاتمة؟ والله دي ما حسن خاتمة. قال تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا. لكن الزول في آخر حياته منا والموت يتوجه لله، دي ما حسن خاتمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه أي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالناس تتوجه إلى الله تحلف في الله براو. كثير من نسائنا وكثير من رجالنا يقول لك وحات الزاد ده وحات جناي وحات البيني وبينك ويقول لك وحات أبوي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول لك وضعناك الله والرسول صلى الله عليه وسلم، رسول ده سيدنا كلنا صلى الله عليه وسلم وأفضل زول وبيفتحوا للجنة أول زول وأفضل مخلوق صلى الله عليه وسلم. لكن ما بتقول وضعناك الله والرسول. وضعناك دي يعني نحن خليناك في حفظ، والبيحفظ الله سبحانه وتعالى. رسول فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تقول وضعناك الله بس، العفو لله بس، ما لله والرسول، لأنه العفو عبادة من العبادات، الحلف بالله، توكل على الله، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. ما يعتقد في أي شيء، سفنجة انقلبت ما يخافوا منها، عدلوها وانتهى بس. زول بنى عمارة بيت جديد ما إلا يطبح له، ما إلا يطبح ابن الساس يطبحوا. واحد في كافوري لقيته كان جارنا في منطقة هناك، بعد ذاك لقيته شايل له قال 6 العمارة مرة جابت له عيش حب العيش اللي جاب له. بعدين قالت له العيش ده شتته تحت للجن، قلت له جن ولا سواسيه بياكل عيش الجن؟ انت الجن بتشتت له عيش جوا والجن بيسكنوا بس في عمارتك دي؟ الخواجات دي بعمارات والكفار وغير المسلمين ليه ما تقربوا للجن؟ فالجن ده بعضهم يعني. فلذلك انت لا تطبح لعمارة عربية يا أخي اشتروها جديدة ولك إلا نكرم لها. انت لو ضبحت شكرا لله كويس، لكن ما تعتقد انه لو ما ضبحتها إلا تنقلب. هو الصناعة ذاته ما بيضبح، الصناعة ذاته ما قاعد يضبح ولا قاعد يعمل حوادث. انت تضبح له ويشيل الدم ولصقه في القزاز، تلقى اليد في القزاز تلقاه عقائد كلها. فالواجب على الناس يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى ويلجوا إليه وحده ولا شريك له، بهذا يكون الإيمان الصحيح الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. والكلام يطول لعل الإخوة بعد العشاء وسه إن شاء الله يواصل في الكلام، والناس تصبر يا جماعة وتحتسب، فده خير الناس دار تذكر به إخوانه. ونحن في أنا في ختام كلمتي أشكر لأهل هذه المنطقة جميعا وللحضور رجالا ونساء كبارا وصغارا، وأشكر للذين قاموا بهذا الأمر وهم الأسرة الكريمة الأسرة الكبيرة كما يعني يتسمون بها، شيخ الأمين محجوب وعمنا محمد وغيره من الإخوان والآباء الموجودين، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أمات وأحيا واضحك وابكى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى
وأحييكم جميعاً علمائنا ومشايخنا المختلفين والمتفقين، الحضور الكريم رجالاً ونساءً شيباً وشباباً، بسم الله ومن سمى باسم البيت الكبير، وأحييكم بأفضل تحية ألا وهي تحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أننا كنا مستمعين جيدين رجالاً ونساءً متفقين ومختلفين أبناء شيوخ وغيرهم، فوصلت الرسالة سواء كان من هذا أو من ذاك، وصلت الرسالة باعتبار أنه لا يحق إلا أن نعبد، أن لا تصح العبادة، أن ننقل الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وكذلك وصلت الآيات المختلفة والأحاديث. فشكرا جزيلا للحضور الكريم، وشكرا جزيلا لمشايخنا وعلمائنا، والحقيقة أننا استوعبنا تماما، والشكر أجزله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.